مرت الأيام ومرت السنوات والنصر ما زال يبحث عن العودة إلى البطولة. الدوري خطير، كرة تبدو أخطر لكن يفضل إعادة الكرة الماضية. وسلي شنايدر محاولة خطيرة وحارس المرمى اللي راح تكون في مملكة البحرين لحظة من أمام عثمان اليهري. ما زالت الكرة لعثمان، خطيرة المحاولة وأحمد رواحي. أحمد رواحي يتصدى للكرة الماضية، محاولة إذن خطيرة لمصلحة نادي الغرافة. ودرب الغرافة في موسم 2002-2003، يعني يعود بعد قرابة 16 عام. خطيرة، يا السلام على الكرة. هنا المحاولة اللي كانت للغرافة وتألق أيضا حارس المرمى. التعاقد مع نادي النصر، كرة للأمام، المحاولة لمصلحة الغرافة. خطيرة، خطيرة، ما زالت خطيرة لكن أحمد، يا السلام، أحمد الرواحي في ريال تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذه محاولة الغرافة اللي ضاعت، يعني كرة طبعا